هو اختراع مغربي 100% للحد من عمليات سرقة السيارات. المخترع بخيش عبد العزيز من أبناء الدار البيضاء، في جعبته أكثر من 80 اختراعا، آخره منظومة مبتكرة للإنذار المبكر تقي من السرقة التي تستهدف السيارات بشكل أدق. أنس العمراني ومحمد سواكي. لو افترضنا أن هذه السيارة سرقت من صاحبها، فاليوم بات بإمكانه معرفة الأمر من أي مكان، ثم التحكم بسيارته عبر إيقافها انطلاقا من هاتفه المحمول. اختراع يحاول من خلاله بخيش عبد العالي تأمين السيارات ضد عمليات السرقة. هذا الاختراع اللي درت دابا كيعلمني واحد في الدار كيكون عندي تليفون في السيارة وتليفون في الدار، ومني كيجي شي شفار كيشفر السيارة كيعلمني كيعلمني في الدار بلا راه شي واحد في السياره راه سرق لي طوموبيل. ومني ملي كيعلمني كنعيط انا للتليفون اللي في السياره، كنعيط له كتسكت له الطوموبيل فين ما كان. داخل هذا المحل بحي بورغون يشتغل عبد العالي، فعدد اختراعاته فاقت 80 دون ان يتمكن عموم الناس من التعرف عليها، باستثناء احدى الات التصوير التي تؤرخ لابتكاراته. اختراعات بزاف ولكني ما خرج حتى واحد. كاينين اللي كنشوفهم انا في السوق وهما دياولي، كنشوفهم دياولي الاختراعات. انا ما كنخترعنا راه بديت من 88 وانا بادي في هذا الشيء. اخترعت روبو، اخترعت واحد الاله ديال الروماتيز، يعني اخترعت بزاف. انامل عبد العالي غير الحاصل على شهاده تعليميه لا تتوقف عن اختراع اشياء مبتكره، اختراعات ان وجدت من يدعمها فقد تسدي خدمات للمجتمع والنموذج في هذه المنظومة المبتكرة للإنذار المبكر التي قد تحد من عمليات سرقة السيارات.